Hello beautiful people, معكم دينا كسبي من بدون فلتر سيزن 3. حلقة اليوم رح تكون حلقة كتير سبيشل. اعتمدت على باليت ولا مرة جربتها وحسيت انه ألوانها شوي غريبة، فحاولت اسوي ميكس واطلع هذا اللوك. فلو حبيتوا الميك اب اللي عملناه واللوك كله، تابعوا معي بهالفيديو الخطوات كلها. سو حبيبي، اول خطوه كيف ما بتعرفوا قبل ما نبلش الميك اب تبعنا هو البرايمر، لانه البرايمر هو اساس الميك اب لو بدكم تحافظوا اكثر على بشرتكم، وكمان الفاونديشن بضل وقت كتير وكمان بتبين فلوليس. وهلا رح استعمل كريمي بلاشر وشويه كونتورينج. بعد ما خلصنا الكونتور والكريمي بلاشر رح نثبت كل شيء ونبلش برسم الحواجب. هلا بعد ما رسمنا الحواجب رح نبلش بالآي شادو. انا اليوم تركيزي على هذا اللون الليبستيك. بيجيني بعد مرات هيك فكره بحب ليبستيك بس ما بعرف شو لون الآي شادو اللي بيناسب معه، فأنا اليوم رح استعمل ألوان يمكن ولا مرة استعملتها. حبيت أتجرأ شوي استعمل، في عندي كتير باليتات فحبيت أغير شوي من الألوان اللي بستعملها بالعادة. فرح استعمل هالباليت كيف ما بتشوفوا، بلو مع بيربل مع براون، ورح تشوفوا الخليط كيف رح يطلع. من هذا اللون انه جاي شوي على بيربل بلو اسمه سول. anyway رح نحطه على الطرف ومن جوا بس. سو هلا سويت ميكس ما بين هالثلاث اربع الوان، اكشلي سويت ميكس بيناتهم وحطيت على الوسط، بدي هيك اللون يطلع شوي غريب. سو هلا رح نركب الموش. بعد ما ركبنا الموش رح خلي الميك اب يبرز اكثر الالوان الحلوه اللي سوينا، ورح احط قلم ازرق electric blue جوا العين. واخر شيء اما فينا نستعمل بلو ماسكارا او ماسكارا عاديه. وهلا رح نساوي تاتش اب على الخفيف هايلايتر وبرونزر، وبعدين رح احط الليبستيك اللي الفيديو كله اصلا عليه. وهيك بنكون خلصنا حلقة اليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوا اللوك اللي عملناه، وشوفكم إن شاء الله بالحلقات الجاية.